اللي كان وصيف البطل في ثلاث مناسبات. تبدا الفرصه وكنعطي الهدف، هدف اول لفائده الفتح الرباطي اللي جات من الجهه اليسرى. التمريره ديال يوسف اللي لبسها عبد السلام بن جلون. لاحظوا بالكعب كيتمكن من التسجيل الفتح الرباطي من الجهه اليسرى. يوسف انجين جيجي كيسددوا جميله، كنعطي الهدف، هدف الثاني لفائده الفتح الرباطي بواسطه المراوغه الراوغ اكيد المدافع سمير الزكروبي.